وما الى ذلك. فبقول لك ان هم قافلين الملاعب ديت. عايز بقى اكلمكم على قصه الشيب اللي الناس عماله بتسال فيها. طلع قرار من شويه من الاتحاد المصري لكره القدم بتحويل محمد الشيبي للجنه الانضباط. تحويل محمد الشيبي للجنه الانضباط. طب اتحول لجنه الانضباط ليه يا عم اسلام؟ علشان لجأ لمحكمه مدنيه، والكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده كتير، واللي زعل زعل واللي اقتنع اقتنع. قلت لك ان هذا الطريق اللي سلكه محمد الشيبي كان على اللي راح له واللي اتحرك معاه واللي لجأ ليه محمد الشيبي كان ينصحه، الله اعلم مين، بس اكيد خد رأي ناس، ممكن يكون مسؤولين في بيراميدز، ممكن يكون واحد صاحبه، الله اعلم. ولكن محمد الشيبي ورط نفسه، كان ليه حق اصبح بقى عليه حق تاني، كان ليه حق اصبح بقى عليه حق. لما النادي الاهلي نزل بيان استنكر فيه وطلب فيه بان الملف ده يتفتح، وان الاتحاد المصري يفتح ملف بيراميدز تحديدا، خطا بيراميدز في لجوء محمد الشيبي للقضاء المدني وتحويل الاثنين دول للاتحاد، النادي لانه ساعد اللاعب انه يشتكي، وكمان اللاعب محمد الشيبي. والنادي الاهلي لما حرك هذا الملف، قلت لك الاهلي ما بيتحركش هباء تماما يعني. فالنادي الاهلي قال والله يا جماعه انا وقعت عقوبه كنادي الاهلي يعني على اللاعب وخصمت مستحقاته، بره عقوبه لجنه الانضباط. لجنه الانضباط وقعت عقوبه على محمد الشيبي بغرامه وايقاف، اتوقف على حسين الشحات عفوا بايقاف وغرامه على خلفيه هذه الامور. الناحيه الثانيه النادي الاهلي قام وقع غرامه كمان ماليه كبيره على حسين الشحات. فالنادي الاهلي عاقب حسين الشحات ولجنه الانضباط عاقبت حسين الشحات. فاللاعب خلاص نفذ العقوبه بما يوازي الخطا اللي حصل في المباراه. وقلنا قبل كده ان ياما شفنا اخطاء في بطولات في كره القدم اكتر من كده. ولكن لما تلاقي ان في لاعب بيقف على الوحده وحد بيسخنه وطول الوقت هو بيستفز في غيره، واحنا دلوقتي يمكن بنتكلم في ماتش فيه الكره المغربيه، اخواتنا المغاربه كلهم معانا بالمناسبه بنتفرج مع بعض اهو وبندردش في هذا الملف على الرحب والسعة. احنا دلوقتي بنتكلم يا جماعة في نقطتين مهمين جدا. النقطة الاولانية عقوبة تم توقيعها على حسين الشحات، عقوبة ايقاف، عقوبة ما الى ذلك. لما تحب تشتكي مش عاجبك العقوبة، خليك معايا للاخر، اللاعب اتوقف مش عاجبك العقوبة، تروح تشتكي فين؟ عندك لحد المحكمة الرياضية ممكن تطعن على العقوبة، يعني تتكلم في سياق العقوبة، لكن ما تروحش للاعب لوحده تشتكيه في القضاء المدني، ما بتحصلش، تمام كده؟ فالاهلي مش هيسيبها تعدي. الاهلي على فكره العلم حرم الزمالك من المشاركه في بطوله السوبر الجديده، لان هو عموما في مثل او في حكمه دائما كلنا عارفينها، يقول لك القانون لا يحمي المغفلين، هو المثل بيقول كده والحكمه تقول هذه النظريه، يعني القانون لا يحمي المغفلين. لما نادي الزمالك انسحب الموسم الماضي امام النادي الاهلي في بطوله السوبر في الامارات وراح مكانه فريق بيراميدز مستغلا حاله نادي الزمالك ومستغلا حاله يعني العشوائية والقرارات العنجهية اللي اتخذت وقتها، ونادي الزمالك رجع بعد كده الموسم ده عايز فلوس وعايز ياخد له 400-500 ألف دولار من مشاركة في ماتشين يفرقوا معاه، يعني ممكن كان دفع غرامة شيكابالا في المشاركة بس في بطولة السوبر دي. فلما جه قال أنا آسف وعايز يرجع يلعب، النادي الأهلي قال له آسف، هو الأهلي الوحيد اللي اعترض على فكرة، قال أنا ما ينفعش الزمالك يشارك. فلما الاتحاد المصري جه قال طب ليه؟ قال لأن البطولة ديت بطولة منشقة من بطولة السوبر المصري وحقنا ان هو ما يلعبش. نفس الكلام هو لوايح، كل واحد بيدور على حقه. واحد يجي يقول لي طب ما الاهلي كده بيغتت، هو الاهلي بيغتت قانوني ولا مش قانوني؟ هو ده سؤال. انا قلت لك من شوية قانون لا يحمي المغفلين، بسيطة. يبقى اذا لما الاهلي يرخم وغتت لانك انت حرمته من مباراة في السوبر وجدع اعتذرت على المشاركه قدامه وكنت هتوقع ماتش السوبر، الاهلي لعب قدام بيراميدز وفاز. فجه بعدها الاهلي اما غتت عليك، ولكن علشان انت المره اللي فاتت خدت قرار بمزاجك، المره دي الاهلي بيقول لك انا هاخد بقى قرار بمزاجي. تمام؟ دلوقتي بقى لما النادي الاهلي اتدخل في موضوع محمد الشيبي، هل النادي الاهلي بيتكلم في حاجه غلط؟ واحد يجي يقول لي ما هو النادي الاهلي لجأ للقضاء المدني في ما اعرفش ايه، اقول له قبلها نفس القصه كانت النادي الاهلي كان بيطعن على بعض قرارات لجنه الانضباط وبعد كده الموضوع وقف. السيد رئيس نادي الزمالك السابق الاستاذ مرتضى منصور كان راح برضه للقضاء المدني. فالموضوع دوت اول مره يلجا لاعب تحديدا للقضاء المدني. انت بتتكلم على مؤسسات، وعلى فكره الموضوع بتاع النادي الاهلي ده وقف. الاستاذ مرتضى منصور رئيس الزمالك برضه لجا للقضاء المدني.
والقصه ديت كلنا اتكلمنا فيها انها ممكن في وقت من الاوقات توقف النشاط الرياضي تماما، يعني كلنا هنتضرر. لا ينفع رئيس للزمالك يروح للقضاء المدني، خلاص بقى ما تبقاش موضه، ولا ينفع لاعب، وقلنا المناخ الرياضي مفترض انه هدي، الناس اللي بتلجا للقضاء المدني دلوقتي مش موجوده. يعني لو انت بتتكلم على ما عادش فيه بقى الناس اللي كل شويه محاكم وبتاع، دلوقتي اعتقد الامور هاديه، ما سمعناش على قضيه واحده من بعد الهدوء اللي عم في المناخ الرياضي، اللهم الا بعض الناس الكوميديين اللي بيطلعوا على القنوات مسليين، الناس بتتفرج عليهم اي هري في اي بتنجان، ولكن موضوع قضايا ومحاكم ما حدش بيروح للمحاكم، القصه دي هديت تماما. فنرجع لنفس النقطه تاني، لما لجا محمد الشيبي للقضاء المدني كلاعب، ولاول مره يلجا لاعب للقضاء المدني، والقضاء المدني مين؟ عشان يشتكي زميله لاعب زيه، عشان يحبس لاعب زيه، في عقوبه اصلا تم النظر فيها وتم توقيع عقوبه اصلا على اللاعب. هنيجي نغش بقى نفسينا ونيجي نقول ما ينفعش. تاني حاجه، انا وجهت رساله لمحمد الشيبي وبرضه لاخواتنا المغاربه في الماتش الماضي ما بين فريق بيراميدز وما بين فريق فيوتشر، النادي الاهلي ما كانش طرف، وجماهيره كانت قاعده مستنيه ماتشها، جماهير النادي الاهلي في المدرجات. راح محمد الشيبي بدون اي سبب، راح لجماهير النادي الاهلي وبعدين قال لهم اسكتوا بدون اي سبب، واشاور لهم كده قال لكم تسكتوا. طب هل الاستفزاز، يعني الاستفزاز ده ليه سبب؟ في مبرر للاستفزاز محمد الشيبي؟ في مبرر ان اللاعب دوت يكون بهذا الشكل؟ مفيش اي مبرر ولا اي حاجه خالص، كون ان اللاعب بيحاول ان هو يستفز جماهير النادي الاهلي بدون سبب. فما حدش يا جماعه نتعاطف مع الاخطاء، وان احنا نكون في الاول وفي الاخر كده ماشيين في اي حاجه وخلاص. اللي حصل ده درس لمحمد الشيبي، وهو محمد الشيبي معذور، اللي ورطوه الله اعلم بربنا يسامحهم ايا كانوا مين، مش عايز اظلم حد، ولكن اللاعب اكيد حد تم تسخينه وسخنوه وقالوا روح اشتكي، ففي النهايه راح لجنه الانضباط، وفي النهايه الموضوع مش هيعدي، لان على فكره الاهلي يقدر يقدم مذكره، والاهلي يقدر يرفع الموضوع للفيفا ويجي يقول لعيب بيتعاقب 3-4 مرات على نفس الخطا، ولا يجوز معاقبه اي شخص في عقوبه مرتين على نفس ايه، نفس الجرم ايا كان هو الجرم، ما ينفعش، هي عقوبه واحده، فانت خدت عقوبه هتتعاقب مدني وتعاقب كامل الاتحاد المصري وتعاقب من لجنه الانضباط، ايه يا عم تنازل ده انا عمل ايه؟ وفي اي ماتش وفي اي حته وفي عصبيه ما تقفروش، ما تقفروش يا جماعه، وكفايه احتقان وعصبيه. اخر حاجه موضوع عمر كمال، انا اتكلمت فيها يا جماعه، قلت لكم عمر كمال في الاهلي، هتسمعوا الخبر رسميا خلال ساعات. يا جماعه الزمالك ما بيخشش في اي لاعب، ريحوا نفسيكم، لما القيد يترفع بعد كده ابتدوا توقعوا ان الزمالك يخش يفاوض، تمام؟ الموضوع ده برده منتهي. موضوع اللاعب وسام بن علي، انا عايز اقول لكم، او ابو علي، انا عايز اقول لكم اللاعب ده انا اتفرجت عليه، ولكن انا نصيحتي لو تاخدوا نصيحتي، انا نفسي كنت انا اعمل لكم فيديو تاني على اللاعب وسام، ولكن لو عايزين نصيحه دلوقتي، انا اتفرجت عليه مره واثنين وثلاثه، كنت الاول بتفرج عليه من بعيد، هو نسخه من وليد ازارو، نسخه من وليد ازارو. لو انتم محتاجين لاعب بنفس نسخه وليد ازارو يبقى اللاعب وسام ده جيد جدا. لو انتم عايزين لعيب على شكله ايفونا وعلى شكله المهاجمين الافارقه الاقوياء يبقى يستحسن النادي الاهلي يفكر في صفقه افضل، دي وجهه نظري والايام بينا. انت عايز صفقه مهاجم بجد، انا اتفرجت على اللاعب دوت، هو من نوع الجراي، من نوع الجراي، ولكن ما شفتلوش برضو، عارف انت، ما خطفنيش يعني وسام ده، ما خطفنيش انا، دي وجهه نظري. وسام ده انا اتفرجت عليه ما اتخطفتش، ما حسيتش بدلات كده ولا قوه بدنيه ولا بتاع، هو لعيب برجله واسع علشان هو طويل، صوره بالكربون وليد ازارو، بيوصل كتير للجون وبيضيع اكتر. ما تبصش دايما في الهايلايتس اللي هو الاهداف اللي سجلها، بص على الماتش كله، حاول تشوف دقايق كامله، وحاول تشوف اللاعب ضيع قد ايه وسجل قد ايه، تمام؟ ولكن انا اللاعب دوت عامه انا ما انبهرتش، عن نفسي ما انبهرتش قوي بيه، واعتقد النادي الاهلي لو عايز يمشي الدنيا لحد الصيف ممكن يتعاقد معاه. عايز يجيب صفقه تانية، اعتقد ان ممكن في افضل من وسام ابو علي، دي وجهه نظري. تحياتي واحترامي لحضراتكم، اتكلمنا في اكثر من موضوع، وهارد لك لفريق الوداد، مليون مبروك لفريق الرجاء، تحياتي واحترامي لجمهور النادي الاهلي وكل الناس المحترمه من جمهور حتى الزمالك، الناس اللي ما عندهاش تعصب، الناس اللي عايز تتابع كوره، بشكركم على حبكم ودعمكم والله على راسي. كوتش بيقول اتحاد جده عاوزين يبيعوا بنزيما اسلام، ما نديهم سامسون وناخده، ده انت السخونيه معليه معاك قوي يا كوتش، ندي الاتحاد جده سامسون وناخده، سامسون كام بالظبط؟ يلا خير، اشوفكم على خير يا اجمل متابعين، السلام عليكم.